الخو السلام عليكم، واش في خباركم بان الفرنسيس يعني الفرنساويين مازال كيحكموا المغاربه وماشي بديك اللعيبه ديال الاستعمار الثقافي او الاتفاقيه المعروفه ديال 100 عام اللي كيهضروا عليها؟ والناس كيتعتبروا فرنسيين او اسبان او هنود او يعلم الله اش من جنسيات اخرى عندهم، كيحكمونا من داخل مقرات الوزارات في العاصمه الرباط، الوزارات اللي تابعة كل الحكومة ديال معالي السيد عزيز أخنوش، مول شعار تستاهل أحسن المغربي في الحملة الانتخابية ديال حزبه قبل ما يطلع للفوق ويولي هو الكل في الكل. الآن وزراء عندهم جوج وجوه، عفوا أقصد عندهم جوج جنسيات. الجنسية الأولى هي بطبيعة الحال مغربية، بها باش خدامين وواكلين الصرف الصحيح هنا معانا في هاد البلاد. المغرب الحبيب اللي أغلبية الشعب ديالو مكوية ومحروقة بالأسعار الضاربة وثمن المحروقات اللي وصل لعينان السماء، ومن بعدها كل المواد الغذائية الأساسية. أسيدي من شحال هذا؟ والأجانب عفوا المجنسين بجنسيات أجنبية أخرى كيحكموا من داخل الوزارات ديال الحكومات المتعاقبة، وماشي غير في عهد أخنوش فقط باش نكونوا موضوعيين، الأحزاب ديالهم ما كتمنعهمش وكتدفع بهم مزيان باش يشدوا البلايص في الوزارات، خصوصا الا كانوا محزمين مزيان بسلطه المال والنفوذ وبسبب هاد الجنسيات المزدوجه ديال بعض الوزراء ديالنا. وقعات مشاكل كثيره عبر التاريخ وفي محطات عديده، وتعفاو بزاف ديال الوزراء المجنسين بسببها. واليوم شي ناس من داخل البرلمان المغربي قرروا باش يحاربوا هاد الظاهره ويقولوا الرئيس الحكومه أخنوش، سواء أخنوش الرئيس الحالي او غيره او اي واحد اخر يقدر يجي من موراه. اسيدي ما بقيناش باغيين نهائيا نشوفوا الاجانب وخصوصا الفرنسيين يشاركوا في الحكومات ديال البلاد وياخذوا الحقائب الوزاريه الثمينه ويديروا ما بغاو في المغاربه. اسيدي خاصنا قانون واضح في هذه البلاد كيمنع على اي شخص عنده جنسيه ثانيه من غير الجنسيه المغربيه يدخل الحكومه او يولي وزير فيها. فعلا وفي نظري الشخصي المتواضع دائما ما يمكنش لاي واحد كيف ما كان عنده جنسيه اجنبيه اخرى كيف ما كان نوع هاد الجنسيه باش يجي ويدخل الحكومه ويولي وزير عندنا ويحكمنا ربما بالعقليه ديال الدوله اللي عاطيها الجنسيه ديالها. تصوروا معايا دابا مثلا غير على سبيل المثال واحد عنده جنسيه جزائريه، وهذا الشيء ممكن يوقع مادام كاين بزاف ديال الغموض حول القوانين اللي كتحدد معايير وشروط الاستوزار في المغرب. تصوروا معايا دابا واحد يجي يحكمكم بعقليه جزائريه، وملي كنقول عقليه جزائريه راكم عارفين مزيان كيفاش دايره العقليه ديال هاد الناس اللي هوك الكلاخ المبين من رئيسهم تبون الابسط مواطن في الدروبه ديال القوه الضريبه. الا كنت كذب ضربوا لي على هاد المقيطع، شوفوا هاد الناس كيفاش كيفكروا وكيفاش كيهضروا، وشوفوا هاد خونا فين باغي يوصل. هاهو لحظات هاهو ومن الكوكب معروف على كل الساحة العالمية، والشعب الأمريكي يطالب بأنني أن أكون رئيسا عليهم، ولكن أن أتمنى أن أكون رئيسا على بلادي بلاد الشهداء والأبرار. خسرنا 100 مليون شهيد لأن عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من الجزائريين، وبعد قرن تقلص الى 3 ملايين، يعتبر 100 مليون شهيد وفيات، لان 10 ملايين في قرن يولوا 100 مليون. كل العلماء وكل المفكرين الذين سارتهم الدنيا كانوا يعتبروا مجانين. انا لا اقول لك انني صاحب السيستم العالمي، سيستم صايد. سيستم صايد. السيستم العالمي سيستم صايد. انت هو سيستم صايد. انا هو سيستم صايد. جديد كل شيء جديد، يعني الصناعة البناء يعني تغيير. الصناعة في شتى انواع الصناعة، مثلا صنع سيارات، صنع صواريخ، صنع طائرات، صناعة صواريخ تنطبق على الرجال الذين نعتمد عليهم.
لا ما بإمكان الجزائر أن تصنع الطائرات، بإمكان الجزائر أن تصل إلى القمر. نعم لما أصبح رئيسا. نعم. سأصلكم إلى 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 القمر. القمر، مريخ، أورانوس، مارس، كل الكواكب. الشعب الجزائري شعب عظيم، وأقول إلى الشعب الجزائري تحياتي واحتراماتي الخالصة. ألو السلام عليكم. وي السلام عليكم، معايا شكون؟ راني في وزارة الداخلية، صاي راني تحصلت، راني تحصلت على الترشيحات تاع الجمهورية. واه واه راه ما عندي توقيعات. ولي مجد باش عندي مشروع باش جبته لهذا المواطن الجزائري ومواطنة الجزائرية، وإن شاء الله يعطوني فرصة برئاسة الجمهورية، إن شاء الله يوافق الشيء اللي راني متمنيه، كما هذه الحراقة نقضي على الحراقة هذو، باش نقضي عليهم، نفرض نفسي مع هذا مع هذا الأوروبيين كما نقولوا لي زومباساد، لازم يمدوا الفيزا للشباب باش ما يروحش يحرق. انا جبت انا طروامي شحال الرئيس عطاوني؟ اسمعني معليش، ناس تلمسان بالاندلس هاك، عندنا المقروط، عندنا القليوش، الى ربحت ماشي ندير وحده، ندير البارود، الخيالة، ندير كلش، ندير الزرنة، ندير كلش، سواء في الغرب سواء في الشرق. صراحة اش نقول لكم، والله ما بغيت نوريكم الوجوه الحقيقية ديالهم، الوجوه الواضحة. هادو اللي سمعتهم دابا كيهضروا، واللي كلهم بطبيعة الحال من الشعب ديال القوة الضاربة في شمال إفريقيا، هذيك اللي هك، وربما في الكرة الأرضية كلها كاع، وربما حتى في الفضاء الواسع والأوسع. راكم سمعتوهم، خليوا التعليقات ديالكم هنا. دابا ندخلوا في صلب موضوع حلقة اليوم، الموضوع المهم في هذه الحلقة كلها. قال لك السي باش ما نشوفوش شي ناس واخا هما مغاربة ولكن بالجنسية الثانية ديالهم، يمكن لينا نقولوا عليهم جزائريين أو فرنسيين أو إسبان أو أمريكيين أو ربما هنود، كاع كل شيء ممكن. نقدروا نشوفوهم غدا أو بعد غدا كيحكمونا بحال هاد العقليات وهذا النمط من التفكير العجائبي والسوريالي الغريب. ما نبغيوش نهائيا نشوفوهم كيحكموا في بلادنا ويطبقوا علينا وعلى أولادنا في المستقبل القريب قرارات لا علاقة. وماشي غير هاد النوع ديال المضاويخ، كاين حتى ناس آخرين عندهم دهاء ومكر وخداع وعندهم خلفيات ربما أخرى، يقدروا يكونوا من ناس أصحاب الجنسيات المزدوجة بحال الفرنسية مثلا. بالضبط كلامي راه مفهوم، هادو ما معاهمش اللام، خاص بنادم يحضي صواريه معاهم مزيان. وهذا الشيء علاش كان مقترح قانون جديد من طرف واحد المجموعة من نواب البرلمان المغربي، خطوة كنحييوهم عليها وكنتمناو هذا القانون يتقبل عند الأغلبية ديال باقي البرلمانيين والمستشارين وعند السيد رئيس الحكومة. يقول الخبر بأن البرلمانيين دعوا إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الحق في الاستوزار في الحكومة، وذلك عبر تقديم المجموعة النيابية لعدد من الأحزاب مقترح قانون تنظيمي كيهدف إلى تعديل مجموعة من المواد من القانون التنظيمي رقم 13065 اللي كيتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. مقترح القانون الجديد كيهدف وفقا لعدد من البرلمانيين إلى حرمان أصحاب الجنسيات المزدوجة من الاستوزار في الحكومة، وكتنص المادة 31 من المقترح على أنه لا يحق لغير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وكذلك أيضا الأشخاص الحاصلين على جنسيات أجنبية أخرى أن يكونوا أعضاء في الحكومة. ويذكر أن الحكومة الحالية تضم عددا كبيرا من الوزراء المزدوجي الجنسية، ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح كما كتبت الصحافة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية، إذ يعتبر بعض الناشطين بأنه يتعارض مع حقوق المواطنين المضمونة دستوريا.
تحياتي العطيرة لكم جميعا إخواني أخواتي، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.